من هواي من الصبح يغير ابوي متيلق ويعالس ابوي يعني ما شي شغله يعني هبنا ما شي شغله ما في شي اسويه ضروري حينه اني انزل تحت فقلت روحي في خاطري وهناك العمال يدقدقون مطارد طاربق وطاربق 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 ان شاء الله انا قلت صباح الخير والسلام عليكم على كل حال في حال اني ما قلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرار والسرور يوم جميل مميز ان شاء الله تلقطون فيه كل خير وكل رزق وكل حلال طيب وكل شيء زين يفرح خطركم ويفرح انفسكم وتيكم الصحه والعافيه يكون ابتداء من اليوم ان شاء الله واللي قبل ما شيء الله يعطيه ويخلف عليه. بالنسبة للأمس أمس كان يوم جميل ومميز تبارك الرحمن صباحا ومساء كان كله توافيج وكله خير ورزق وسيارات وييات وطرنا أبوي فوق هالفريج الفنان هالمدينة الغاوي اللي هي مدينة محمد بن زايد بالهليكوبتر وسرنا فوق أبوي المدينة الطبية مستشفى بارجيل وسوينا لكم شيء فنان أرويناكم جهد ثلاث أربع سنين يشتغلون ورويناكم عرفناكم على الدكتور مفنود وفريد من نوعه ما يوجد شراته اثنين الله يحفظه وخدمة الناس كانت الأول تتغربل عسبها وتتحمل العناء السفر من دار لين ديرة وتيلس في الغربة وتلمك شعر وتيلس حالة النفسية الحمد لله رب العالمين يا بولكم أبوي الدخاتر ويا بولكم المستشفيات واللي فوق هذا المعدات والدكاترة اللي هناك يا أبو حتى النرسات حتى كل حد يا أبو بتقولون ليش ودروا بلادهم ودروا بلادهم هناك أبوي يأخذ ما وراهم ودونهم ما كدهم ما وراهم ودونهم يأخذوا لكن أبوي الحمد لله رب العالمين في بلادنا كل إنسان يشتغل معاشه يقبضه كامل ما يقصون من الشيء اللي كان عليه دين ولا طلب ولا شيء لكن هناك يقصون شرق وغرب ما يتم لهم شيء تلقط البروفيسور والدكتور معاشه بالملايين لكن يوم آخر الشهر ولأن فقير أبوي لي يزيد له من الضرائب وهذا بهان الشيء لا يذكر فلذلك تلقى أبوي كل اللي يفر ما حد ما يبى لبلاد أبوي اللي فيها الرزق لبلاد اللي فيها الخير لبلاد اللي فيها الأمان لا جريمة لا صد لا ديانة مال حقك تبات البيبان طلقة حقك ييك ما يبات أبوي حق وراهم طالب اللي لحق أبدا يي لين مكانه طال الزمان ولا قصر بلادنا بلاد قانون بلاد عدل اللهم لك الحمد والفضل والمنة أولا وأخيرا الفضل لله سبحانه وتعالى القيادة الرشيدة الناس بخير وعايشين في استقرار وراحة فلذلك الإمارات مستوية حضن حضن لكل إنسان مضيوم في بلاد لكل إنسان يبى الرزق يبى الجو الجميل يبى التجارة الجميلة يبى الاستثمار يبى العمل الطيب يبى الرزق الحلال يبى القانون يبى يرقد ويمسي ويصبح وهو مأمن على عياله وبيته وحلاله شيء قانوني ينصفه شيء حكام وقت ما بغاهم وبغى ولاة الأمر ميالسهم دواوينهم بيوتهم كل شيء طلق البيوت يراننا هذا على ما تشوفون والله يا أبوكم أي بيت بتوصله كل هالبيبان طلقة مشرعة صبح ومساء والله ما لك الحمد الشعب الإماراتي شعب على ما قالوا الأجانب فرندلي ذو ابتسامة ضياف ويحب العرب ويحب اللواد ويحب العرب قصدي الناس اللي بيون يعني اللي بيجي من شرق ولا من غرب ما يحس بعمر غريب فلذلك تلقط الأيدي العاملة والدكاترة والبروفيسورية أي حد يفضلون العمل في دولة الإمارات ليش؟ القانون البلدان اللي من غير يأخذون كدهم اللي كدوبة طول السنة ويأخذون من ضريبة تسمعتوا إن حين ربيت والغير صفيت حين فقارة يشتغلون يكدون طول السنة والله هذا حق الشوارع وهذا حق الأمان وهذا حق الشرطة وهذا حق المجال وهالكهرباء هذا الماء وهذا ضرب ما بالكل الصرف ضريبة بعد غير عن الصرف ما عظما لم عايش لو وايد لو 10 مليون يوم بعد الحد اللي عليه مليون معاشه مليون ترى ضريبته أكثر واللي معاشه أبوي 10,000 ولا 2,000 ولا 100 دولار ولا بعد عليه ضريبة لكن بعد أقل وهل
بين دارك ابوي تلقط هالدار ابويا منصة العرب كلها تباها من كل مكان، واحترام احترام ايا كان مذهبك ايا كانت ديانك ايا كان كانت انتماءاتك ايا كان، دامك تمشي وتعد اخطاك هذا مكانك، دامك تمشي وتعد اخطاك محترم قوانين الدولة اللي انت فيها رب العالمين بييسر امورك. انت سرت لهم ولا هم يونه؟ مرحبا والله مرحبا مليون من سارة ولين يوم. من يوم حد يصير شرق ولا غربي يلقط لا اله الا الله، متى يو الناس هايل؟ منو هذيل هالكثر؟ متى يو؟ من وين هايل؟ نحن ما شفنا اشكالهم. اي نعم ما شفتوا اشكالهم. السنين الاوليه ما شفتوا اشكالهم. الحين ابوي هذا كله جديد. السنين الاوليه ابوي ما شيء التطور اللي هو الحين الناس فرحانه فيه، ما شيء النظام وما شيء القانون، كل شيء الحين ابوي يتطور، فتلقى البلاد غادي تنغش من العالم من كل جنسيه من كل جنسيه واشكال غريب واشكال ما تشوفنا شراته. شو السبب؟ لانها ابوي سمعوا والصيت ذاع وشاع وعرفت الناس ان في رزق وفي خير وحلال، كل مبين وكل عند استثمار بي يستثمر. ما تشوف من يعلنون عن منطقه فيها استثمارات يومين ثلاثه ولا بتاعت كلها، شو السبب؟ اللي يمشي سوقه المكان اللي فيه امن وامان. بس عليكم عاد خلاف بنرمس هي حتى ري الصلحي من اللي يصلوح ان شاء الله برمسكم وبنسولف بندردش بنضحك بنعيم الله خير. يومكم جميل. 5 أيام في الاسبوع استعمل هذا العصير الاخضر انا، 5 أيام هو عبارة عن الله يحفظكم كزبرة بقدونس نعناع شويونة 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 خاشوقة مورينجا مورينجا نعيمة مورينجا شيارة عشب يسمونها مورينجا الناس كلها تعرف مورينجا نص خاشوقة أكل وخاشوقة جرفة من الكبار ربع خاشوقة جرين تي هذه خاشوقة من الصغار جرين تي هذا أنا أجيبه من طوكيو من اليابان يوم أسير اليابان ولحد ساير طلبته يا بولي معروف شاي أخضر نعيم هذا وايد يوزري أنا حط خاشوقة من الصغار هو هذا سلكة ولا نص خاشوقة بعد هذا هو ترى ريحة هذا الجرين تي زنجبيل شويونة لومي وهذه طريقة التحضير اللومي قطرتين ثلاث ما حط أنا لومي وايد يسوي لي صاهر أنا اللومي شريته هذا اللي تشوفونه طريقة التحضير كل هذا تشوفونه كل أبوي ينعق عباس على دباس على ما تشوفون واللومي دواركة واللومي باندين متى when I make ice cream I will make the الماء هذا اللي تشوفونه ما صح من اللي صار أنا ما تشوفونها يتصفى بهالطريقة العصير ينزل تحت وكلها أشياء مفيدة لومي 3-4 قطرات أنا ما أقهر اللومي لذلك أبوي أنا ما أحط لومي زيادة الحمد لله ما بني ما داني أداني لكن يسوي لي شرات الصاهر أنا ما تشوفون هذا أبوي هو كله وعلى كل طالع شمس شوفوا وايد ما في وايد أنا وايد نفعني ونافع الله وكل اللي يعرف استعملوا وصفت لهم إياه نفعهم اللي عنده حساسية من شيء اللي عنده الدكتور يقول له هذا لا تستعمله هذا ما يناسبك هذا على هواه لكن أنا ما أشكو من باسو لله الحمد وموال مني وكل طالع شمس على الريج لا أشرب شيء قبله ولا بعد على الأقل لمدة 15 دقيقة ولله الحمد لا تديتني زجمة لا تديتني حمى لا تدياني عقاب لا تدعورني بط هذا هو هالشيء أبوك ما يتشهر طعم شيء بسوي زين بغى شيء ولا شيء أقولكم هذا غير عن هذا الصبح في الليل أشرب كركم هنيال كركم طريقته وعلمه وخبره
بنصور لكم اياه. لان الكركم ليش؟ الكركم اهم شيء تستعمله شو؟ شيء اجزاء الجسم، الكبد. الكبد تشتغل فقط في الليل يوم البني ادم يرقد، اشتغلت هي. دامك واعي الكبد ابوي ما حد يحركه ولا تحترش ولا تسوي اي شيء، دامك واعي. ومن تحط راسك اشتغلت الكبد. فالكبد تشتغل يوم بثلط الكركم هذا بتشتغل ويا ضربه. فمفيد الكركم له فوايد، وهذا اللي استعمله له فوايد. انا الاول دهر استعمل كركم الصبح، ترى ابوي هو وقله واحد. الكركم فايدته قبل النوم، يوم الانسان بيرقد يستفيد من الكركم لانه يعدل وظائف الكبد. الكبد ابوي يوم طول النهار خامله وتنفيها النشاط في الليل. يلا عمره طالت عماركم اللي نزلت لكم اياها. انا هذا من كثر ما تحشرتني العرب يبون مكونات العصير الاخضر. ها شو اسمك رشيد؟ وين عنايه؟ عنايه نزلت لكم اياه. نزلت وين انت؟ السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ تمام. شو تسوي؟ بس بس تيلس بس هاي يعني الحين تتيلس يعني كل حد يحب. شفت رشيد شو يسوي؟ شوفه ها، شوفه وين، شوف شوف ما شاء الله على رشيد، وشوف هاي وشوف شو اسمه هو. يعني كيف يعني كيف يعني انت غادي شهر؟ اسمع عنايه عنايه عنايه، انت غادي شهرات حلول الجمعه. حلول الجمعه لا يسر ولا يضر، ما في فايده من حلول الجمعه، ما فيك فايده. لا ميت شفت لا تسر ولا تضر، ما في فايده براك انت، ما في فايده. سامان تعرف شو يعني سامان ديقة؟ انت سامان ديقة. احنا داخل قلف حلول جمعه. تقول تعرف شو قلف جمعه؟ حلو بابا، حلو ايوه ملانه حلو. حفيظ شو سويت ريوق اليوم؟ ايوه هذه طالت عماركم جلية الكبد، جلية الكبد. هذا ريوقي، هذا ريوق. وايدين يقول والله نحن ما رينا حد يتريق كبده بالصبح. ابوي مستوى العرب تتريق الكبده، يتريقون الفريد ويتريقون ابوي الهريس والعرسي، هاي من اكلات الصباح. الله اكبر، بعد الكبده شي شراتها في الدنيا العودها، خاصة بس قليل الكبده بيضة نظيفة. حافظ يا حفيظ، حافظ على حفيظ، حافظ على حفيظ. هيك يا حفيظ. وين 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 اربابك؟ يلا اقولكم اليوم غدانا غدا نباخذه، غدانا غدا نباخذه محمر على دبس الطريقه الاصليه القديمه الاوليه. بنصور لكم اياه، بنسوي مطفي صافي ومحمر على دبس ان شاء الله. بارويكم طريقه المحمر الاوليه. هبل الحين يحرجون الشكر، لا الطريقه الاوليه الاصليه هي الدبس. وعقب عاد من الوادم كثر الخير وهذا ودروا الدبس تم ويستعملون الشكر مال عيازي يعني، ولا هو طعمه غير وشكله غير وكل شيء مختلف. فرد السمع منو انت؟ انا كلام وايد وايد. ما شاء الله يا هي الدنيا، يا هي الدنيا، يا هي الدنيا، تبارك الرحمن. هاي كل الحين بعد شوي بنصور لكم اياها. هذا ما شيء الحين وقت بتريق بعين من الله خير. هاي كل هالدنيا بتتصور ان شاء الله. الله تعيس عدالي انت اليوم جالس هناك ليش؟ يبي 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 يبي. شو كلام كلام مال شو؟ شو كلام شو شو بلاه؟ اجلس هناك كلام ام حديقه. شو بلاه؟ شو بلاه؟ فلوس فلوس تبى فلوس؟ ايه هذا خذ بلاه فلوس. شو ماله؟ دبي صح، انت مخبل تبك دبي الفلوس عندك البوك ممزور جميع الخمسميات صراحة. ما فهم بابا كلام؟ ها بقول موبايل تشتري انت فلوس انا رايد اروح دبي. لا لا شو يعني؟ شو يعني؟ فلوس مال موبايل قول اعطي انا بقول لسه ما اشتري بعد ما هي صلاح بعد بيظهر المعاش بيعطيك البيزات ول 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 ما اقول عنك شيء. يبي البيزات ابوي بايع صلاح التليفون يبي البيزات بعد. التليفون ما يصخ لا ليل ولا نهار، لا ليل ولا نهار. يا ريت حد له لازم ولا شيء. هذا رمستن
يعني يبون هدربان. ابوي انا ما هدرب هكذا هدرباني في التليفون في السناب. انا ما بدنا كل حد بيرس هرب سويا بالساعة ما روم. ابوي انا رسائل ما روم ارد عليهم، روم اسولف في التليفون بالساعة والساعتين ما روم. بارك الله فيكم المسج ما علي، يمكن اروم يمكن ما روم على السناب. هي انا ما ها تعالي يا وينو يلا جود مورنينج حبيبتي جود مورنينج دارلينج. هذا اللحم هذا مبلحم هاي تبود قلت بابا نعطيك. هذا ابوي عصير رمان، هذا ابوي هذا اكسير الاكسير الحياه مال اكسيد الحياه اللي في الكون كله. هذا يمنع التجاعيد والفلافيص اللي يظهرن في الوي وكل شيء. ابوي علامات الزمن يمحيها ابوي كل يوم قلاص عصير رمان بالصبح، والحين موسم ودقه رزق بعد. ما روم اتهنى في شيء، ما روم اتهنى باكل. ومناش بني ناش بني غاد اللي معراض راشد. يعني صلاح انت متريج اليوم ولا لا؟ يعني متريج ولا لا؟ متريج ولا لا؟ وليش ياي يعني تتريج مرة ثانية؟ لا ممنوع ونص جيز واحد بني, بني آدم متريج مرة واحدة. ها أسد كله كله صلاح ما يريد ما يريد ما يريد ما يريد صلاح رد صراحة انت بقى اسوي يسوي رجيم رجيم يسوي إيه؟ وانت لا انت ما بتسوي رجيم لا انا خرجت بلي اقول ترى صراحة منو قالك ودي حيل ليش تودي جبل ما يشوف شيء طايح الا بيعدله ما يشوف شيء كلينكس بيشل بيودي زبالة والله ان بعيد اخير عن عرب وايده صلاح لا تتكود الحمد لله تعال هي سعدالي حاضري اسمعك الله بينا بدي بدي كل يوم ممنوع اخوك ممنوع ما ممنوع حبيبي احنا ادري بان اختك زين انك انت اخوها لك ما بكل يوم لا كل يوم كذا ما بيتنحل انت تتغدى عندها اليوم بدي قال خلني وليش تبرطن خير ان شاء الله تبرطين مبعوين سايره انت ادات الدوب برطنت هذا يقول لك هذا اللي اشكم اللي مطلقه هذا اشكم اللي مطلقه الله اكبر عليك انت ولي النظره الشريره هذه صلاح والله كان ما يستوي عاجل هاي مره واحده ويقلب الذاكره عنده ويكون يعني شفت اللي في الافلام اللي الاول يمثل مينون وخبيلة وعقب يظهر هو بطل الفيلم ويظهر هو الشرطي والضابط وكان مخبر وقت هذا حال انا شاك فيه هذا مياز شو تسوي؟ خبر خبرني مره ثانيه وثالثه شو مشكلك انت يعني؟ بيطيح نصك لا ممنوع شو الموضوع؟ بس وين بسير؟ مياز الله يحفظك باكر لا تينا نحن ما نباك تينا خلاص بتي ما بلي خاطر ما حد يباك تي بتي ما بتكلم أنا مشكلة والله أنت المشكلة العودة أنت الله أكبر هذه طالت أعماركم أشياء جايتنا من البارحة ما أولني بصورهن الصبح ما وحالي ارتبستوا يا صلاح هاي طالت عمركم باقة ورد جاية من هالمكان من هالمكان جاية وهذا اللي مكتوب عليها من ورق نورت السوشيال ميديا ميم من صاحبة المحل هي هذا هو هذا يعني من الدبويل الجماعة هاي زين وهذا بعد شيء بعد منقير هذا كاربي طاح بكبرة هذا بوي كارتهم اللي مطاشين هالوردة زين وهذا بعد منقير باقة كاتشي كرتون عليها ما أدري شو عادها أكيد شيء داخل 100% صورة بعد خالي الحمد لله على السلامة من بنتك مريم الحوسني مشكورة يا بنتنا مريم شكرا جزيلا لكن أكيد شيء داخل هذا ايش قال الحين يد وحده خيبة مثلة داخل بول مضارب اثنين عطر هذا واحد وهذا المضرب الثاني طالت عمركم هذا واحد وهذا ثاني
من مريم الحوسني. شكرا يا مريم الحوسني. وهذه طالت عماركم 4 بوكسات منزورات أكل جايات أبوي بعد مشروع كفوال يعني. هذا طالت عماركم مشروع أكل جاينا فوالة، ما بيجاينا كإعلان، جاي كفوالة. الفوالة عادة يعني في أكل، وهذا هذا هو يجعل طلتك دائمة يا خالد الحمادي. حمادي عاد ريال ولا حرمة ما يندرى، الله العلم عند الله. كان هذا حسابهم، وهذا اللي مطرش طلعت عماركم. هذا أكل كله أكل. فتحي عاد اللحق علي، فتحي بعد هذاك قول كله أكل. هم فتحي بعد هذا يمكن غير عاد شو محتويات الله أعلم، بس أكلي يلا. شكرا يا ام الحنايا، شكرا يا شكرا ام الحنايا. ثانك يو ثانك يو. طالت عماركم هالمدخن العملاق، فطالت عماركم جاينا تستاهل اللوال يا ابو محمد. عودك للسناب الله يلول عليكم بخير. اكلكم ما سخ والله، اكسر علي دخيل والديك. اي تستاهل اللوال ابو محمد، الله يلول عليكم بخير. جارتكم ام خليفه ويا أحسن جيرة يوم يا ورناكم. ونحن بعد أبوي مبسوطين بيركم ومشكورين على اللي اندبتوه، ونهاي ويايين أبوي من هالمكان لي شوكولا. هذا أبوي مكانه ما. ها تعالي ياي، تعالي انتي. عطيني عطيني الحب، عطيني الحب، عطيني الحب. يلا شلي بدي بابا دقرسة. هي شلي شلي. نعم أقول كبر لادمي، كبر لادمي. يا ويلك انطاح من شيء، يا ويلك لزولت. هي شوي شوي. هي تحمي ترى محسوبات كم حبه هب تاكلين منهن. اي لا تاكلين شوكليت. يلا مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. اللبان الحوجري الظفاري، اللبان الحوجري موجود في العديد من الدول، وبالأخص الأماكن الباردة كلكم تعرفون الأماكن وين نظريها. إنزين يا غير الحوجري الظفاري موجود في هالمكان عند الناس هاي اللي نحبكم عنوانهم، موجود عندهم وبأنواع وأحجام وأوزان والحجم. شوف هذا ما عنده تهدون، هذا اللي يظهر من الحنيش من الهنود يغنون فيه. المهم هذا موضوعنا، شوفوا النوعية، نوعية اللبان تختلف. تحراه اليلو دايمون، هذا عندهم في ظهار يسمونه اليلو دايمون، وهو صد يلو دايمون. أحجام عندهم مختلفة، حجم 10 كيلو اللي هو هذا، وحجم من بو كيلو. أعلننا نفس الإعلان هذا قبل سنة، العام العام الأول أعلننا بدال المرة مرتين. منتجهم جيد وكنت أتمنى أن يطرشون لي منه، لكن الحمد لله المرة هذه حي وحاي وبيع مسابيح. هو إعلان مدفوع الثمن وهو حقي أنا، هذا اللي تشوفون هذا كله بيازم عندي أنا، حقي حق عمري وين أبا وين أريد. ولول بيعهم بس بالعشر كيلو، وحاليا سووا بوي أحجام أبو كيلو وأبو نص كيلو وأبو 200 جرام وأبو 100 جرام، أحجام عديدة للهدايا للي يعطي للهدايا يعني، واستعمالات وايد كثيرة للبان، بالأخص اللي بيستعمل يستعمل الحوجري الظفاري. هو هذا نسبة من ذوقي أنا ورأيي أنا وذوق الناس اللي تعرف للشيء الفنان. تعرفون أنا أرقى روس الشرايط ما أنزل في الوطاء. استعمالاته كثيرة اللبان، معقم للبيت، ريحة خنينة في البيت، للثياب، للأكل، للشرب، يخلط ويا الماء، تحطه في الماء، تحط كم من كسر في قرشة الماء وتريها وتخليها اليوم باكر الصبح تشرب القطرة اللي عقبه، تشرب قطرة اللي عقبه، تشرب قطرة فنيال يدخل في ثلاجة ما شيء شراته، منظف للكلى، طارد للبلغم، مليون عوق عوق، كل شيء رب العالمين خالجنا مبعبه. ما استوى هذا الشيء إلا لجل الشيء الزين.
وهذا فيه خير وصلاح للبلاد وللعباد كشيرة وك انت لا تصيرون بعيد. الأول ما مر العالم كلها أكثر تجارة في العالم هي تجارة اللبان، تجارة اللبان الله أكبر. دخلوا في النت تكتبوا طالعوا بتشوفون كم دخل بلدان ومناطق كبيرة كانت دخلها الرئيسي من وراء اللبان. على فكرة هذا المشروع مشروع تاجر منزلي، شغل تجارة منزلية ومرخص وعندهم أبوي ما شاء الله تبارك الرحمن الكميات اللي تبونها، وشيء جميل وزين وفنان وبيوز. أنا ما أظهر ولا أصور شيء إلا عندي دراسة مسبقة، ولو ما بزين ما استمرت، ولو ما بفنان ما كملت وما طورت وما عدلت من منتجها وما سوت التغليف، ها تحرى داخل أبوي عود صنفي، ها شو ما شاء الله، شو تبارك الرحمن، شيء زين وفنان. وهذا أبوي عنوانهم، هذا عنوانهم، هذا عنوانهم، وهاي بعد معلومة بعد منقير، لا تقولون ما حد قالكم. غدانا اليوم غدا مميز، محمر النواخذة ومطفي صافي. هذا محمر النواخذة، يوم أقول لك محمر النواخذة معناه أنه محمر على دبس، ما بمحمر شكر، محمر على دبس، هذا يسمونه محمر النواخذة. هذا تسمعوا بمحمر هذا محمر النواخذة. زين أولا هذا طالب عماركم مطفي صافي، اللي هو المطفي اللي على أصوله، ما بأي مطفي، مطفي على أصوله، مطفي على أصوله، على أصوله، على أصوله، هذا المطفي اللي على أصوله. ولازم هاي الحشوة مالته لا بد ولا عذر منها، وهاي الطبخة موجودة على اليوتيوب وعلى قناتي في اليوتيوب، وكل شيء بتنقطونه يخص الخالدي موجود بي على قناة على اليوتيوب، ولا بد ولا عذر من الدهينة، هذه لدهينة لا بد ولا عذر منها، هذه لدهينة. شغل المحمر ما ينحط له لا آشار ولا شيء، شغل المحمر رويد وبصل، وبصل ماضية غير ما شيء، ما ينتكل ويا المحمر لا شوربة ولا سح ولا سلطة، شغل. والمحمر هذا على دبس رقم واحد، والمطفي على الطريقة القديمة الأولية بيوزلكم وبيعيبكم، والمحمر اللي على دبس هذا جليل اللي عارف يخدمه. وهاي من الطبخات التراثية القديمة، دخلوا على اليوتيوب ما عليكم إلا بوين دقون الرابط وترفعون هذا، ويصير بيوديكم على القناة بتشوفون الطريقة الأصلية لمحمر الدبس اللي هو محمر النواخذة الولايتي رقم واحد. يا مساكم الخير والنور والورد والياسمين، يا مرحبا، ما شاء الله بعد شيء جاي إن هناك شيء جاي هناك، ها ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء جاي هناك شيء جاي. شامبي وين هذا؟ ها وين هذا؟ هي هذا جميلة الشمسي، جميلة الشمسي، مشكورة يا من هيان، مشكورة يا من هيان، مشكورة يا شيخة التواصل الاجتماعي بكبرة، شكرا يا الحشيم، شكرا يا الودية، يا على الله يبارك فيك. هاي ابوي هوش ابوي من ليوة، ربا ليوة هذا، ايه الله لا قطعنا موصلك يا من هيان، مشكورة مشكورة، كل الشكر لك والتقدير. طالت عماركم فوارة من هيان، جميل الشامسي، حليلهن حليلهن ما شاء الله عليهم. ما بالله الذباح ترى شيء بعد ميوب هناك، قالوا سيارة يا ابن ناجل الدنيا ودي سيارة طالع شو شيء غير الورد بعد حلاوة، يا ربي يا جميلة، كان بالإمكان يسد هذا اللي طرشتي لفالة الذباح ضروري، ها فتح الباب فتح، يا الله يا الرجل الشرير هذا. طال عماركم من عند جميلة الشامسي ملكة السوشيال ميديا الله يحافظها ويبارك فيها، مشكورة يا جميلة، مشكورة مشكورة مشكورة، وهالباقة اللي تجنن تاخذ العقل ما شاء الله. تعال شو اسمك؟ نعم بابا. تعال شيلها شي حق تبين كم مكبرها، شيل شيل وقف
ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن ما شاء الله. بس نزل هذا. شكرا على هالدوق الرفيع. شكرا يا من هيان. شكرا مليون مرحبا ابو محمد في ذمتي. نور السناب يا اخوي خالد الخالدي اختك جميل الشامسي. مشكوره يا من هيان مشكوره. اليوم ليه في الدنيا كله فيه. شكرا جزيلا لكل من شاطرني وشاركني هالفرحة. شكرا جزيلا لكل من طرش واتصل بورد او مسج او باتصال او اتصل ما وحال يرد عليه. يعني كل شكرا لكل من افرحني لو بكلمة دعاء لو بكلمة الحمد لله. هاي كله فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا شكرا لكل من اتصل حتى لو ما رديت عليه او ما رمت ارد عليه طرش رسالة ما وحال يرد. هاي كلهم لهم الشكر. انتو تدروا بشان بيشو ياس يسوي حين حفر ابوي شي حفرة طول الريال بمرتين تحت شي شرح فيها متمكن فيها المرض اللي هي حنبام الهم بالأولي يتها الفطريات وعدمت العروق كامل وهي بس عن بكرة أبيها. شل ابوي تأثير هذه التربة الأولية ونظف وعدل وزين وعقم. وحين ابوي حط ابوي التربة ولقط ورق الشيار وما ورق الشيار اللي دور مدار الشيار ودفنه تحته كبه يتحول إلى سماد يتحلل. وحط الله يحفظكم السماد والتربة والجبس الأبيض وحط طالة عماركم الكبريت والسماد العضوي وبس. وحين تندفن وتازم عاد تنسقي لمدة أسبوع 10 أيام لين تصير يتجانس المكونات ونصير عقب ونزرع مكانها. هنا الغنية ليش ما شي غنية من زمان غنية أبغين مال لارو شي فنانة غني فرحان. هي غني فرحان زعلان غني لا يلا احنا خربان لا ما في ما في مشكله خربان ان شاء الله بيستوي زين. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. الله كوجي ماني تشماني نور كوجي ماني نوراني نور الله كوجي ماني تشماني نور الله شو تاچي شاراج دور الله گامه ابو گامه الله گامه دردان کے لے کان الله گامه دردان کے لے کان پتی ارسان کے لے کان الله کوجی مانی چمانی نور الله شوتا چی شاراج دو ابو شوتا چی شاراج دو. الله الله الله. شكرا شكرا يا شامبي. شكرا حلو هاي الاغنيه. ايه رقم واحد هذا. شكرا شكرا ان شاء الله باصري. يلا عادي يلا يي ساعة يلا اوبن عاد صبري وين نشوف هذا صبري. يا مرحبا ترحيبة الصبح للشمس حزت عناق الليل مع طلعة النور. شكرا جزيلا شكرا على هالهدية الفنانة. This is from whom? شكرا يا بنت أحمد. شكرا يا أم محمد طال عمرك ولا قطعنا الله موصلك يا البركة يا الشيخة يا الورد يا الغالية. شكرا يا شقيقتنا الكبرى. شكرا بس أخلي هذا شيء وحطه هناك. شكرا يا راعية الذوق. شكرا يا بنت أحمد. شكرا يا أم محمد. اي والله عاد هذا كل ما يجينا من هالنمونه لازم هالنمونه يصير ويكبر. ها مال العام هذا مال متى غدا هالكبر هناك داخل بيت مكثرهن جاي. السلام عليكم. عليكم السلام. ها بابا هذا دليفري ما انت يجي دريول؟ هي دريول يجي هذا ابو يقول هذا دليفري. اي دليفري بابا. زين مكتوب اسم؟ اسمه مريم. وين اسمي؟ تراك انه اسمي انا. هذا بابا خالد الخالدي هو الوطني محمد بن زايد الوطني ابو ظبي بابا. سوري محمد بن زايد ولايه 139 ذس وان يور فون نمبر. شو اوبن شو عاد هذا جلدي عاد. اوكي بابا.
اكيد يوميا في نفس التوقيت اكون في هالمكان. طب الله عليك فرد فيستن وحده. يذكرون اظهر وسير ابوي الجمعة تمرنا وماشي غير تمرين. والله يلي ما ينفعك من عقب الله سبحانه وتعالى الا التمرين، لازم التمرين. فكان يبقى محمر اللي اليوم كلته لو بتمرن اربع اسبوع ورا بعض ليل بنهار ما بيخط ربع الكالوريز، لكن شو اسوي عاده محمر ومقلع شو اسوي؟ قابض كاد هالفقير كد. الحمد لله انا موعدي الساعه 8:10 بيعطيني 10 دقائق عقب. يا ربي اسمي غربان.